كما أكد الرئيس السيسي أنه تم التأكيد على مواصلة التنسيق والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات وذلك لتعميق التعاون في مجال الدفاع بما في ذلك التصنيع المشترك. لقد كان التعاون في مجال الدفاع على جدول أعمال المباحثات اليوم، فتعزيز التعاون في ذلك المجال خير برهان على الإرادة المشتركة لتدشين علاقة استراتيجية بين البلدين، إذ أكدنا مواصلة التنسيق والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات والعمل على استشراف آفاق إضافية لتعميق التعاون في ذلك المجال بما في ذلك التصنيع المشترك.